ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم درس خطير جدا جدا، هو متعلق بالربح. في خلال اقل من اسبوع انت وشطارتك تقدر ان انت تعمل 56 دولار بكل سهولة عن طريق موقع اختصار الروابط. زي ما انتم شايفين كده، انا من خلال البي بي اس اللي انا عملته ده اللي هبدأ اشرحه لكم، انا كسبت ازاي من موقع الربح من اختصار الروابط. انا هنا عندي في موقع اختصار الروابط جبت 2700 مشاهدة، عملوا معايا 56 دولار ونص. الاحالات دي انا ما عملتش احالات لحد خالص، هنا بيقول لي متوسط التكلفة لكل 1000 ظهور 20 دولار. طيب الموقع ده بيقول لك ان هو بيختصر لك الروابط وبيحط اعلانات لجوجل ادسنس او اي مواقع تانية، بيحط لها اعلانات، والناس لما بتخش عشان تخش على الرابط بتاعك بيظهر عندهم الاعلانات، فانت بتاخد نسبة. عندك هنا بيقول لك الارباح لكل 1000 مشاهدة. في استراليا جايب لك 25 دولار، في بولندا 20، وهكذا هكذا. طول ما انت نازل كده بتشوف الدول اللي بيجي لك من عن طريقها مشاهدات، كل 1000 مشاهدة بيجيب لك حسب التكلفة بتاعت البلد. يعني عندك في مصر جايب 9 دولار. طيب انا كسبت ازاي من الموقع ده؟ الفي بي اس اللي انا عامله ده بيبقى دولة، يا اما الولايات المتحدة يا اما بولندا يا اما ممكن استراليا واي دولة تانية من اللي الار بي بتاعها عالي، لكل 1000 مشاهدة بيديك 25 دولار. طيب انا عملت كده ازاي؟ هنبدأ الشرح. هسيب لكم كل الروابط في الديسكريبشن. اول حاجة احنا بنخش على الموقع ده كده، هنبدأ ان احنا نفتح صفحة نت جديدة عشان نعرف نشتغل ازاي. اول حاجة بنخش على الموقع ده، هسيب لكم الروابط بتاعت الكلام ده كله في الوصف في الديسكريبشن. بس قبل اي حاجة يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتسيب لنا تعليق جميل. طيب بعد ما بنخش على الرابط بيفتح معانا الصفحة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بنبدأ ان احنا نعمل انشاء حساب من هنا. بيبدأ يطلب مني اسم المستخدم، تكتب اسم المستخدم بتاعك، البريد الالكتروني. هبدأ ان انا اجيب البريد الالكتروني بتاع الحساب اللي انا عليه شكل ده كده، وتبدأ ان انت تعمل كلمة مرور. الشكل ده كده، وتوافق على الشروط وتعمل تسجيل. بعد كده يبدأ يجيب لك الصفحة دي، تكتب الاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. هيفتح معاك الصفحة الرئيسية بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، الحساب كله متصفر. انا عن طريق الشغل اللي انا عملته جبت 2700 مشاهدة من خلال ار دي بي ب56 دولار، والسحب سريعا. طب تمام، ده اول خطوة عملناها. هنبدأ ان احنا نخش على الادوات وندوس على اداة الرابط السريع بالشكل ده كده، هنخش على اداة تقصير الروابط المتعددة بالشكل ده كده. هنيجي هنا نسحب اي رابط احنا عايزين نختصره، وليكن مثلا اي رابط صفحة يوتيوب مثلا، هنعمل نسخ كده بالشكل ده كده، وهنرجع تاني ونروح عاملين لصق ونبدأ نقول له اختصر. زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يختصر لي رابط اليوتيوب للرابط اللي انتم شايفينه ده. طيب تاني حاجة اعملها ايه؟ ان انا هخش على الموقع ده بتاع الار دي بي اللي انا سايبه لكم. الار دي بي ده بيتعمل بسرعة بدون اي مجهود. هنبدأ نعمل لصق كده، هيدخلنا على الصفحة دي، هنبدأ نقول له ستارت فري تيريال. هبدأ يحمل معايا الصفحة دي كده، الار دي بيتعمل بكل سهولة، مدته نص ساعة. هنستنى لما يحمل. تمام، الار دي بيشتغل معايا. هبدأ ان انا افتح متصفح الجوجل كروم بالشكل ده. فتح معايا متصفح جوجل كروم، هبدأ ارجع تاني واخد الرابط اللي انا اختصرته كوبي بالشكل ده، وارجع اخش اعمل لصق للرابط هنا. هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي، الرابط اللي انا اختصرته زي ما انتم شايفين هو جايب لي اعلانات اهي. المفروض ان انا انتظر لما الوقت بتاع
التحميل ده يخلص عشان يحولني للرابط بتاعي اللي هو صفحة اليوتيوب. فهننتظر. بعد ما احنا بنعمل الخطوات دي كلها بيبدأ ان هو يضيف لي مشاهدة. ابدأ ان انا اعمل ار دي بي جديد برضك، اعمل ريفرش للصفحة، نفس الخطوات. كل ما تعمل اكتر كل ما المشاهدات بتاعتك هتكون اكتر، وممكن تفتح اكتر من ار دي بي في وقت واحد من عن طريق كذا متصفح. تفتح كذا متصفح وفي كل متصفح تحط الرابط بتاع الموقع ده وتعمل ار دي بي وتحط الرابط بتاعتك كلها. هبدأ ان انا ادوس على كلمة كونتينيو بالشكل ده كده، هيجيب لي كلمة نيكست. هبدأ ان انا ادوس نيكست، اعلان ظهر معايا، هقفل الاعلان. هيبدأ ان هو برضك يحولني تاني على صفحة اعلانات. هننتظر برضك لما الوقت يخلص، وبعد كده هدوس على كلمة continue بعد ما الوقت ينتهي. تمام بشكل ده الوقت انتهى معايا. هبدأ ان انا ادوس على كلمة continue تاني وادوس على كلمة next. هيبدأ يظهر معايا اعلان تاني. ممكن تبعت الروابط دي في جروبات على الفيسبوك او على تويتر او على اي موقع، والناس هتخش على الروابط بتاعتك وتعمل نفس الخطوات دي، هتتحسب لك المشاهدات، بس طبعا على حسب الدولة اللي هو فيها. زي ما انتم شايفين اعلانات تبع جوجل، والموقع صادق وبيحاول وما فيهوش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين كل دي اعلانات. ده تقريبا كده هيكون اخر اعلان. هيبدأ يحولني على الموقع اللي انا عامل عليه الرابط اللي هو الموقع الاساسي كده. خلاص يعتبر ان انا ضغطت على الرابط. هنزل تحت كده واقول له الحصول على اللينك جيت لينك بالشكل ده كده، يحولني على الرابط الاساسي بتاعي كده. المشاهدة اتحسبت. هننتظر ساعتين المشاهدة تتضاف معاك هنا، وينزل السنتات اللي انت عملت بيها النقرات ومرات الظهور والكلام ده كله هتضاف بعد ساعتين. زي ما احنا قلنا الالف مشاهدة تقريبا هتبقى واقفة عليك. هنرجع كده على الصفحة الرئيسية. الالف مشاهدة هتبقى واقفة عليك بحوالي $25 او $20 على الار دي بي. وكل ما الار دي بي كان في دولة افضل من استراليا او بولندا، الافضل هنا استراليا. لو الار دي بي الاي بي بتاعه من استراليا تقدر ان انت تجيب $25 بالف مشاهدة. طبعا انت ممكن تشتغل برضك في الموقع ده على الفي بي اس، تتسطب في بي اس في بي ان على جوجل كروم وتبدأ ان انت تجيب المشاهدات دي. طريقة انا استفدت منها وبجيب منها مشاهدات وبربح منها من عن طريق اختصار الروابط. ولحد هنا يكون الشرح بتاعنا انتهى. وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد، ونتقابل في درس جديد، والى اللقاء.